إغلاق الكنائس البروتستانتية في الجزائر يثير الجدل مجدداً عن حرية المعتقدات الدينية بعد إغلاق السلطات المحلية لعدد من الكنائس في مدينة تيزي وزو وأيضاً مدينة بجاية. بحسب الإعلام المحلي تم إغلاق 12 كنيسة في الآونة الأخيرة في مدينتي بجاية وتيزي وزو، كان آخرها إغلاق الكنيسة الأكبر في الجزائر وهي كنيسة الإنجيل الكامل البروتستانتينية في تيزي وزو. فقد أخبرت السلطات الأمنية القائمين على الكنيسة بقرار الإغلاق الصادر عن والي محافظة تيزي وزو محمود جامع، لكن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل عدد من رعية الكنيسة، إضافة إلى متعاطفين تجمعوا احتجاجا على قرار الإغلاق ورفضوا ترك الكنيسة، فأخرجتهم الشرطة بالقوة وشمعت الكنيسة التي يقال إن عدد رعاياها يبلغ 1200 شخص وبنيت عام 1996. ألقى صالح شلاح رئيس الكنيسة البروتستانتينية الجزائرية ندد بعملية الإغلاق قائلا في تصريحه: السبب الرسمي لهذا الغلق هو ممارسة شعيرة دينية دون ترخيص، لكنه ذريعة، نحن نحترم القانون. فلدى الكنيسة البروتستانتينية 46 دار عبادة في 12 ولاية من أصل 48 في البلد، ونحو 10,000 مؤمن منضوين تحت جمعية معترف بها منذ عام 1974. لكن السلطات الجزائرية تقول إنها تغلق تلك الكنائس بناء على شكوى من السكان ولأنها غير مرخصة، حيث يفرض قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر عام 2006 الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية التابع للأوقاف لإقامة مبنى مخصص للشعائر الدينية الجماعية. الإغلاقات الأخيرة للكنائس أثارت غضب المسيحيين البروتستانت في الجزائر واعتبروها تضييقا على الحريات الدينية في البلاد، فهذه وقفة احتجاجية أمام محافظة بجاية شمالية البلاد، حيث طالب المحتجون الحكومة بإلغاء قانون الشعائر الدينية لأنه يتضمن إجراءات تعسفية ضد المسيحيين الجزائريين على حد قولهم، وطالبوا بتطبيق المادة 42 من الدستور التي تنص على حرية المعتقد والرأي. لكن بعض المطلعين يقولون إن كنائس تبشيرية انضمت للكنيسة البروتستانتينية للاستفادة من رخصتها، فأصبحت هدفا للسلطات الجزائرية. الجدل كان حاميا على وسائل التواصل أيضا، حيث علق كثيرون هذه تغريدة لرزوقي أو زر رزقي خشاني يقول فيها: رزقي، وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ما داروش هكذا، كانوا يحترمون المعتقدات الدينية ويعيشون بسلام، إنها مسألة سياسية أكثر مما هي عقائدية. سلمى عازار: غلق الكنائس في هذا الوقت من أجل ضرب منطقة القبائل من أجل إشعال فتنة دينية واستعطاف الدواعيش أو الدواعش من أجل الذهاب إلى الانتخابات القادمة وتكسير الحراك بشتى الوسائل، وهذا يدخل في مخطط تخوين المنطقة وعزلها عن الجزائر. بديعة شريفي لها رأي: إذا كانت الكنائس كما تقول ودور العبادة مرخصة فلا مانع من تأدية الشعائر الدينية، فلكل دينه، أما إذا كانت هذه الأماكن غير مرخصة فتحية لكل من وقف ضدها. هنا تغريدة ليوسف عزوق: خلق وفتح هذا النوع من القضايا في هذا الإطار وهذه الحقبة الخاصة يثير مجموعة من التساؤلات.